نعم. لو أنزل مدي شيء. المدي ما يضر على الصحيح. المدي ما يضر على الصحيح. لأنه يخرج سريعا وليس مثل المن. المدي شيء لزج يخرج بطاهر الذكر عند تحرك الشهوة فهو لا يضر الصيام على الصحيح. بعض العلماء يقول أنه يفطر الصائم ولكن الصائم لا يفطر الصائم ولا يضر. نعم. ما درجة حتى. نعم. نعم. لو الراجل الأخ بيته يقول لو أن المني عليه الإعادة، أن عليه الإعادة يفطره المني وعليه يعيد ذلك اليوم يقضيه فقط ولا عليه كفارة. أيوه. الكفارة في بالوقت. أيوه. أما من سبقه المني بسبب العادة السرية والعياذ بالله أو بسبب أنه قبلها وسوف سريع المني فإنه يقضي ذلك اليوم وليس عليه كفارة بل عليه قضاء والحذر في المستقبل من التساهل في هذا الأمر.